طيب علي، ليست الضحية الأولى لمسلسل الجرائم الانتقامية هذه، لماذا هذا التكرار لهذا النوع من الجرائم دون أي مساءلات أو توقف؟ تفضل. نعم، يعني واضح أن هناك حقيقة لحد هذا اليوم لم تتقبلها الأطراف الشرقية والمجتمعات، وهي أن هناك عالم جديد هو يربي الأطفال والمراهقين والفتيات وبشكل عام الجيل الجديد، وهذا يعني يختلف تماما يعني طبيعة ظروف الأجيال السابقة، وبالتالي هذا الرفض لهذا الانفتاح والسلوك الجديد والثقافة الجديدة هو يولد نوع من الصراع الأسري والمجتمعي، وعندما تتفاقم يعني هذه الأمور تصل للأسف الشديد إلى حين القتل. ولكن الغريب هو عدم وجود مؤسسات دولة وقوانين تحمي المواطن والفرد عندما يكون البيت غير قادر على حمايته، الخلافات ممكنة والاختلاف في النظر ممكنة وكل التفاصيل والتطورات والمشاكل المتوقعة، ولكن غياب الدولة كحامي للفرد مهما كان هذا الفرد ومهما كان يعني اعتقاداته وقناعته هو الغريب بصراحة. والغريب في هذا الأمر أن الضحية قد طلبت المساعدة من الجهات الأمنية ولعلها قدمت شكوى حسب التسريبات الموجودة، ولكن لم تتمكن يعني مؤسسات الدولة وتحديدا وزارة الداخلية من حمايتها. والموضوع يطول في هذا الموضوع في هذه القضية ابتداء من خلل حقيقي في البنية القانونية لمؤسسات الدولة وصولا إلى طبيعة تعاطي هذه المؤسسات مع الضحية وغياب وجود نعم، مأوى أو دعني لو سمحت. سكن هكذا. نعم سيد علي، لو سمحت، لماذا لم تستطع المؤسسات الأمنية أو المعنية بعد مناشدات الضحية هنا من التدخل وحمايتها؟ كيف لم تستطع؟ نعم، يعني واضح أنه حتى مؤسساتنا تعاني من نفس الخلل، نفس هذا الخلل الفكري والاجتماعي والعقلية الذكورية المتسلطة على الأسرة بشكل عام، بالإضافة إلى عدم وجود قوانين توضح طبيعة عمل هذه المؤسسات وتوضح عمل هذه المؤسسات. نعم، هناك مؤسسة أو جزء من مؤسسات الدولة أو وزارة الداخلية هي الشرطة المجتمعية، ولكن يبدو أن عملها هامشي جدا وثانوي جدا. يعني بالأخير هذه القضايا لا تنتهي فقط بالصلح، ولا يمكن الكثير طيب، منها إذا يعني. كيف السبيل إلى الانتهاء من هذه الظواهر المؤلمة التي تتكرر بين الفينة والأخرى وما خفي أعظم؟ يعني الأساس في الموضوع يجب أن يكون بديل أمين وكريم بحماية الدولة لأي شخص سواء كان ذكر أو أنثى، طفل، كبير. يعني قبل ساعات أنا شاهدت أيضا فيديو في بابل، هناك رجل مسن مقيد بالسلاسل ومرمي أيضا. يعني هؤلاء يجب أن يوجد لهم مأوى، وهذه الأمور لا تحتاج إلى قوانين ولكن تحتاج إلى إرادة. الإرادة السياسية دائما في هذه المؤسسات غائبة، المأوى أولا ثم التكلم عن قضايا القوانين التي يجب أن تردع أي مواطن يقوم بالتجاوز على شخص آخر حتى لو كان قريب أو داخل الأسرة الواحدة، ثم تفاصيل تتعلق بتوعية المجتمع وضرورة أن يكون هناك يعني تقبل لهذه العوائل باعتبار أن العوائل لم تعد قادرة على تربية الطفل ولم تعد قادرة على تربية الأجيال، فبالتالي التربية تؤخذ من مصادر أخرى، ولم تعد أيضا مؤسسات أخرى دينية اجتماعية عشائرية قادرة على ضبط الأمور، بالتالي يجب إيجاد توازن ما بين ما يتم استقباله من الإعلام، من السوشيال ميديا، من العالم الخارجي، وبين طموح الأفراد وما بين إمكانية الحفاظ على لحمة المجتمع وعلى القدر الممكن من الأعراف والتقاليد. طيب سيد علي، لماذا يفشل البرلمان مرارا في إقرار قانون الحماية من العنف الأسري؟ يعني لماذا لا يستطيع الرأي العام إجبار الكتل السياسية على حماية الفئات المستضعفة؟ يعني ابتداء الإرادة السياسية غير موجودة. لماذا غير موجودة؟ لأن أولا البرلمان أيضا يعاني من نفس العقلية الذكورية التي لا تريد هكذا قوانين أن توجد، والغريب في الأمر أن عدد النساء
الموجودات في البرلمان هن ليس بقليلات، ولكن لا يوجد يعني أثر حقيقي لهن. اثنين، لا أعتقد أن هذا القانون ذات مصلحة حقيقية ملموسة للكتل السياسية، وبالتالي ليس ضمن الأولويات. لاحظنا أحيانا أن هناك قوانين تم تشريعها خلال أيام، أو لم يكن مثلا خلال فترة وجيزة، فبالتالي الإرادة السياسية هي الأساس. عدم وضع هذه المسودة أو هذا القانون الذي أعتقد طال انتظاره لأكثر من 10 سنوات ضمن أجندة البرلمان من قبل رئاسة البرلمان، وعدم اتفاق الكتل السياسية، أعتقد هو العامل الأساسي. ومن الواضح أنه أي قضية تتعلق بهموم المواطن ويوميات المواطن للأسف الشديد يعني ليست من أولويات الطبقة السياسية، على الرغم أن الأساس في أي نظام ديمقراطي هو إيجاد نظام يحمي حقوق المواطن ويحافظ على مصالحه ويوجد العدالة الاجتماعية، ولكن في العراق الموضوع يختلف بكل. طيب، إذا السيد علي البياتي عضو سابق بمفوضية حقوق الإنسان، شكرا لانضمامك إلينا.